الثانية يوم قام مرتب المرات طال عمرك والله ما سويت شيء. هو يروح لابوي طال عمرك ويدق عليه واجي للبيت ويهزني انت وانت 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 وانت. قلت يا ابو لا والله ما سويت شيء والله هو والله 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 هو والله. المهم اليوم يوم طول عمر السلامه جاني طال عمرك والله اني ظاهر من عند ظاهر من البيت اني ادعي عليه اني ادعي يلا يا رب يلا انك ترده بنحرم انت معي. يوم جاء ذاك اليوم عقبها بيومين ولا ثلاثة ما أدري إيش صار هو يسحبني للإدارة طال عمرك بغرفته قال وقع التعهد. قلت ماني موقع أنا ما سويت شيء. قال وقع وأبوي قال إن كان دق لي ثمر ولا أجي وكل ما تصل ولا أوريك. قلت ماني موقع. قال لا بتوقع. قلت والله ما وقع. قال والله أنت وقع ويجيك على رقبتك وأنا رد عليها الرد اللي يستاهله. المهم إلا نبي لا لا كلش ما كلش يخصنا جوني في داك على الشاي والله انا مزين شاي عشان حطب بنسوي مشبه على الحجر كذا نسوي دول يحرق هذا حار. المهم اليوم طلعوا السلامه ظهر من عند ظهرت من عنده قال خذ ايش اسمه خذ شنطتك مع باب المدرسه. قلت مهم مدرسه ابوك اللي جابك وانا اظهر وانا شايل هم العود. قلت عني بيجي وانا اظهر وانا اوقف ويكلمه مدير المدرسه ينحط على الجرح يبرأ. المهم هو يكلم ابوي كذا 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 هو يكلمه طال عمرك وابوي مرتب عن قيلونه. هو يجي المدرسه يوم جاء المدرسه قال فلان وينه؟ درى انك طالع. لا ما لا خل عنك مني انا ابوي ابي مدرس مدرس ده حط ندوبه في دوبي خلاص قفلت مع ابوي يبا بطه مدرس. قال فلان وينه؟ قال هو استاذن لانه قال اروح. المهم يردون قال والله العظيم لا وري. قال اعطوني رقمه. هو يكلمه ابوي قال والله ان جاني يوم من الايام يشتكي منك يا نينت في ذا المدرسه يا نينت اني لا عيفك اياها. كل ما جاء كل ما جاء مشكله ولا جاء سالفه ولا جاء شيء ريان 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 من هالس. نعم يا ريان والله الله ياخذ عقلك. انا راسي ما هو احدجه فارز الله ياخذ عقلك. كل من جاء راسك ابيض نعامه. اسمع المهم هو يغسله. المهم ابشر 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 ابشر. هو طال عمرك مقفل وانا داوم. والله اني اداوم واكل حصته وادخل متاخر ولا عاد برم ما عاد يفتح فمه. فانا اقول لكم يعني الواحد ما ياخذ بالكلام. شاهد ما الواحد ما ياخذ بالكلام. الواحد لا يستعجل في القرارات. سلامتك. شاهد بس قبرتني. عندك الموقف هذا ما استفدت منه ولا حاجه. لا لا استفدنا. انا متعب انا اتكلم فعلك ما استفدت اليوم الدين. السؤال طال عمرك لا تاخذ بالكلام. اللي فهمت بس شبه اللي يقول الحمل ايش؟ بعد من الحمل لا يخلص. لا السؤال شو شو المثل يا شو اسمه ابو بكر؟ طلع النبي احنا قلنا سوالف ما قلنا امثله ولا قلنا الحمل والعظام. سد حلقك ترى بالشاهي والله بالشاهي والله ارد حقه القهوه. لكم ايش؟ لكم اللحم ولنا عظام. يا ولد يعني انت تاكل اللحم؟ هذا لا ابوي كان يقول المدير. يعني وش قصده؟ يعني اللحم لكم العظام لنا. مبارك الله يسلمك. قلتها الليل والنهار قطعت عشان ريان بالبدر. عندنا كسرونا. عندنا كسرونا يا ولد لعبوا فينا شوف يدي كل ابوه. كسرتهم المدير الله يسامح. عيال عانوا. الا خلص. زين شاهي؟ من زين. قلم والله مدرس كان يضرب بمجكني. يا ويلي ولا اي والله اي والله كان لا والله ما تعطى جعلها من زود في زود يعني. هات قطع سواها يا ريمت خلنا هذا ايام المدارس. انا اول ايام المدرسه وش كان؟ عد اسلوبك لا تفتح فتحه ثانيه ورا. اول شيء اصبر كان فؤاد عبد الله سواها. ابو عبد الله طلب عبد الله عط الصاج يلا عط الصاج بالله تعرف والله عط الصاج اقوم احبك راس عط الصاج يلا ها والله اني صادق والله والله نجي القز ها شوف عط راسك عط راسك خلاص الله يطول عمره يجعلني قرطاسه امين طق ايش؟ انا ميار قول ميار ميار اي الموقف عندك موقف؟ انا عندي موقف غريب خلاص هلا ها؟ كل شيء ها مالي عطنا موقف واحد خلي عندي ذا بزين الشاهي لا قبيله شبتولي الى جبت التزام اول شيء بعض المواقف في مواقف مواقف سيارات ايوه اسلم ولا امانه هبلنا هبلنا اي طال عمرك نعرف ان احنا لا طلعنا لك احنا خمسه انا وعيال عمي اثنين انا واخوي واثنين من عيال عمي وواحد من ثلاث من عيال
لا طلعنا نطلع الحصة السادسة مضبوط على الحين في هذا الكلام على الحين في الثاني متوسط سلام زيادة ترى اللي في الجلسة بس العشاء لا والله خلي مطالب كله لا 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 خل اخواني اسلم اسلم ايوه وطلعه لا طلعنا احنا نطلع السادسه احنا في ثالث ابتدائي ام ادري ثاني ابتدائي ابتدائي اسلم حار خبز حار يا ولد خل رجيس اسلم صدق امان يوم قلت الموقف حقك قاطعك مباراه اسلم مباراه اسلم ابو بدر يا اسلم انت وانا العقد رحنا الشهر انا مقطوع اسلم خلاص اسلم ايوه يوم تطلعوا المهم نطلع ولا طلع عملك ندور على السيارات الابتدائي يطلعون ويرقبون السادسه عشان يطلعون اخوانهم يمشوا يروحون السوق ويجلسون في المواتر هم بعض احنا وحنا ملق نجي تلقى في الفلان قبل الفلان نضربه عشان احنا واجد اسلم نضرب ذا ونضرب ذا ها ملق يوم جاي يوم ونجيك واحد هنا جالس وين نط عليه؟ وين نط عليه؟ انا بسكروب انت صفقة صار صندود صار قرب ما اسمه قطره هذا راعي شوية اللي طره هو قده كبير هو متاخر وناكم يدري احنا صار اي متعافي متعافي يطلع بسكروب كنا وش عندك السكروب؟ كان يجي من بارك ويجي من سكروب ولد ولد اي سكروا مرة بعده احنا نضرب بيدين وما ادري وين خمسة قالوا سكروا احنا ما نشي شو نسوي؟ احنا قلنا صلب لا لا راح خلاص حركة الشاي 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 ركب العلف واجيك من زود الفسكة جيك اركض اركض وانا اتعلبش في جنبها واركب لاني اظهر واحط رجلي من عند ثفنتها أنا تحت بتمسكن في السنة وما حط تجي من عند ثفنتها عودي بياكلك لا رغى عودي بياكلك مسك بخشمه وبلحيه الحين انت عفص ترقبته هم تيته هيك لين ما يبغاك سلام الله لا تعب لا تعب والله ما شاء الله عليك والله نشوف من عندهم بكارب ما شاء الله تبارك الله الله يجزاك الله يطلع في مات هالبركه الله يجزاك خير ما شاء الله تبارك الله مجهم ما شاء الله وفيها لكن لا عادك بتشوف امهاتها ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله هذيك تشوف والله عيت عندهم نقوتنا طيبة صدق الله يجزاك خير هم هلا هم هلا وعليكم زو لكن الابل الزينة تفرق صادق لقلك رعيب اللي تبغى الابل الزينة اكيد تتعب عند الشيء الزين صادق كلنا على احنا اي تقعد كل شوي تعدل في حرارك بس مقصدي وش ذا الطريق يا امك تقول وش تعلمت هذه تعلمت من عمري كذا من انقهرت ابي اطرحها ولا ادري شلون تعلبشت ما اعتمدت الطريق طبعا ما هو بيسويها اي واحد الا رجال خفيف ومثير ارحب حيا هو ما جاب والشر ما يحيا يا مرحبا حيا الله حيا والله ذا العين تعال تعال هنا تعال هنا الدجاج الصلب البراد مخدر له برجاح شنو الواحد سعد يطحس سيارتي جاي بركب معي 10 نفر عليك يا عبدو اغلاك بضبط لك ام قرق عناني كيف هذا كيف الذي يفكر يا ماني يا مغير الغوالي لتربي رماني قبل ما الله يرحبك ويطول عمرك شمس حق يا المعنى يا الكحيل المحنى ايه بالله اذا الحين متعلم يوم تقول قالك بتطرح القعود تشبث في شنامه اذا الحين تعلم طقم حليق ابو هادي تعتمدها والله اعتمدها مو بشرط مو بشرط شنامه
اذا انت يعني بصير مو هو صغير مو هو بصير انا اقصد الكبار حق هو قصده اللي مالك حيل والله اني خاب اللي خاب اللي رجال يشوفونه حق قولي لكم تعال بس مره يجي معهم عافيه يا اخو مو بعافيه سالفه انا بصرخ خبره عندك بصيره والله انت حذبه هناك وانت بشوي على كنت وانت وبصرتك والله تبي الصدق الكبار والله هناك جدا اي اي قد على اسمه هبل الكبار كايدة هبل يا قمر يا زنادي اما انا قررت يطول عمر السلامة اول ما ظهر من ذا البرنامج جيني لوبل شو يا رجال اي في دمتي وشو صدق والله توبل كوشي والله عين ونعاون والله كف وشو باخذ لي فرقة تبل ابل اي بالله وين حطه كم مثل يعني عشر ها لا لا ما على وحده ثنتين وحده ابشر والله بعجب عيني والله كف ودندن واحتزم والله كف بغيت في النظر بغيت في المال بغيت في شيء هذه ما لي عذر فيه دندن وغمسي عندي فداك اما نظر قد كنت على اليمين والله العظيم انه دندن لاني بنظر اذاك الزود لكن دندن لا لا دندن ابد ابشر بالنظر وابشر باللي جعلنا ما نتبدل فيكم انا ما عليك ها تبي المجم يا شكرا لا بقوي لكن ها ما عليك جعلكم اللي بيقديني ان شاء الله بيقديكم والله في الوجود والله اني احب الوضح جدا لا هو شو بشتك يا سالم نوعدهم بعد انك تدخل مجال فرديات لبيه تدخل مجال فرديات بعد باذن الله وان شاء الله في صياحه امر لك اسم فيها ان شاء الله باذن الله باذن الله نسخه مراجل تشارك في الصياحه ان شاء الله وتحدى على المراكز الاولى باذن الله اني لو اشارك اني ما احطها لابس مراجل نعم والله وهذا وعد مني وملزوم بس ملزوم بكلمتي هنا والبكره سمها مرجله مرجله والقعود مراجل ايه نعم ها دندن عليهم 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 هم هم باخذ نسخه براجل كل بهم معززين معززين اكرم الجامع والله كفو الدنيا بها الدنيا حالاتها النواميس والله انا صادق حالاتها النواميس ما بشليها هذا الغضب داعي والله ترى خليتنا تروح السياحه الا وانت مرهي باذن الله ما عليك يا اخو والله لو ما تدري لا نروح مين يردونا احنا مراجلنا احنا مراجلنا والله كفو من شارع من شارع طولتنا في كل محل من شارع ورانا اقل لك عادل الهيف هناك توي عبد الكادر الطبي هناك كادر طبي يا بيض الله وجيهم على عادل الهيف الكادر السلامة نعم كفو الله يبيض وجيهم الله يبيض وجيهم والله ان كل خذ حقه عنده نية عبث لا ان شاء الله الردي بيشتري حوار ما يدري عنه هي عبث هي بعبث ما يدري هم بيتلاد عشان يقول انها بيدخلها طبيعيه الرجال ذا نوي بالتلاد لا الحين قصه الزمان الجاي ما يمديه تلاد انت السنه الجايه لا ما عاد السنه الجايه لا عقب عقب 10 سنين خلها السنه الجايه موجوده والله ما لي متعدي كمان مره مره 15 10 سنين وش في والله الوقت ما يندرى منه ابى تسرح يا سالم ايش جاي بشوط فريد لا تسرح صلوا على النبي لا تسرح صلوا على النبي مفاجأة. انا مصرح اني بشارك ان شاء الله في شوط الوضح الوضح المفاريد المفاريد قول يا الجخدب بعد منكم اخلي اخوان اصدقاء يا الجخدب يا الجخدب يا بني عمي انتوا ماسكين المجال هبوا لي كذا اياها شوي رقم لا ما ارفضها ولا خذناها مسدي لا والله ابن جخدب مو مقصر يعين ما مقصر الجخدب ابن مجاجس ابن جخدب ابن جخدب لو درى يمكن يعطيني من ابله نعم والله لكم مو قلت ابو خالد عليكم وانت تستاهل والله اللي ونعم اللحيه وندخل ابن جخدب بشوط المفاريد وضح من ندخل ادخل لا بالله جنب لا والله ادخل ابن جخدب في شو في شو في شوط الوضح جنب والله ناخذ جنبيتي وغادي معه شوفوا انا خذاها ابن جخدب كان حما اخذينا احنا شوفوا والله انه موش واحد اللي سموه نعم عزوه نحتمل وضحها يا قمر يا نحتمل شوطه بالله اللي يدخل كم 50 والنواميس ما يلعب اوله 50 شبعان منها فرديه لا والله شوف بنجخدي يطول عمره قد هيك عز الله انه يقول طول كف ووفى ما شاء الله عز الله يقول طول عمره عز الله يقول طول من مصدر لكن يا رجال صاحب يا رجال فهد اذا رجال لا صرح معها صل على النبي انت كن نظر انت لحقتوا لحقتوا على جلاده تعرفون جلاده اوه العجمي اوه الله عند العجمي بحذرين يا رجال لا اله الا الله خزامه جلاده وخزامه قريع خزامه من حب العرب لها حنطوه حنطوه والله ما تجي مثل خزامه الله والله من عم من قريع بس تتكلم عن جلاده ذاك الوقت جلاده على وقت على ذاك الوقت نادر اللي مثلها جلاده ايه بن حذرين ها جلاده يا رجل ايه حقت بن حذرين هك
ابن قريع يوم ميتة عمر قالوا نشتريها منك حميدة. شريها في ثلاثة ريال. كلها خذوها ببلاش، مو فلوس ما ابغى فلوس. ماني ببيع الحرمة. ما ببيع فريج. لا بس ما باعها، وجا رجال اخذها وراح باعها. أتوقع لا اتوقع انها في شو اسمه حق البلد المهرجان في الرياض شو اسمه؟ يا رجال شو اسمه؟ متحف قصدك؟ دايم حاطه في الصياد. بولي فارد. حق الاسلحة وحق بولي فارد. المتحف ذا شو اسمه؟ ايش اسمه؟ حق الصيد وحق الاسلحة. نادي الصقور. نادي الصقور. نادي الصقور. ودوه هنا؟ نعم. خذوه من الصياهد. نعم هناك في قسم البل. تستاهل. البل عطا يلا. البل 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 اللي بغيت تشبح فيها البل. عز الراعيها. اللي بغيت تشبح فيها بس. عز الراعيها. كذي تمد النظر تشوف لك ناقة طيبة ولا خلاص. ذي كانها تسوى الدنيا بحلاها. والله والله نزيل. هذا ما يشرح الخاطر. لل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 ل
ليش لهذا الغضب داعي ان التبع. لا والله يا خجامه دايما كل عيبها طيب. لا اشوف امها ذا الحين اشعارها طيب، اسرارها طيبه، هالبل الطيبه اسرارها طيبه. فيها عندكم يا طوال عمر السلامه منقيه ولي العهد الشرف. شفتوها انتم؟ وش هذا؟ وش منقيه ولي العهد؟ اطيب منقيه على وش يوضح لها؟ ما هي من سلالات المؤسس، من سلالات ابن المؤسس. كلهم عندهم جميع طيبة. السلالة الوحيدة اللي متبقية من سلالة المؤسس طيب الله ثراه مع ولي العهد الله يطول عمره. أنا مير منقية الشرف. طول في عمره الزفاد. بس أنا أعلمك على السلالة المتبقية من المؤسس اللي هي مع ولي العهد. ناصر تعال. ومن هو راعي شركة مراعي الأمير؟ راعي شركة مراعي. عندك منقية وزير عندك منقية وزير الداخلية. منقية وزير الداخلية اللي شراها العصيمي. ابن فهد الله يطول عمره. أربع منقية شراها عصيمي قبل يمكن أتوقع قبل 6 سنين أو 7 سنين. فيصل العصيمي. شريها من نعم ما أدري هو حياة منقية ولا لا منقية ما أدري حياة الأمير نايف الله يرحمه ويبيح منه أو مشعل ما أدري. بس يمدحوا لها منقية وزير الداخلية. والبل الطيبات عندهم بعد. عندهم أخو محمد بن جخد بن صغير شو اسمه؟ فهد نواف بندر فيصل الموت الحمر. أشهد بالله يا أخي يا جنبي صرح طال عمرك من كلمة قبل الإعلان يواجب بشهر وشوي قال علم صرح على الشجاعة. قصدك فهد اللي صرح على الشوط ألق صير اللي قفل الشوط. إيه شوط كامل اللي قفل الشوط كامل فهد شوط كامل قال طال قال شوط ذا احد يجي فيه دور رجع صرح قبل بشهر ونص. اسمعوا يا الربع صلوا على النبي. ايش اسمه ذا الحين؟ ايش عندنا الفقره ذا الحين الجايه؟ ايش عندنا؟ جود وبعدها ربعه. ربعه الله جود ما ادري هو يجي وهو جاي ما ادري. جود ما هو جاي ما ادري ابو يجي. لا مو ترى مو ترى مو ترى ابو عبد العزيز موجود البارحه. الصلاه والسلام. تعالوا قاعدين كذا موقف صار موقف موقف سالفة ضحك مثل ما تقول كذا شوقها على جه كريم سوق لديها كل واحد يعطيني اللي عنده. نبدأ مرة أسلم أبو جهل. لا عشان ما هو بسوم فيكم خلّى عشان بس يحمس. نبدأ أنت وعدي ثمان. لا والله يجينا الدور والله إني أخذك من عند حداك من عندك أمشي أمشي حمد أمشي روح ما أقف ما أقف أي على كيفك ما أقف سالفة أي شيء إن شاء الله بلغت بس توقف كمل داش على توقف قصة سالفة أي شيء صرت علي أنا ها؟ إيه عاد شال عليك واجد صرت علي أنا دنا واجدة؟ واجدة في جنبتي من السوالف من السوالف اللي صارت علي طال عمرك يوم في لنا واحدة عبد شنو السعد؟ السعد من السوالف طبعا صارت علي أنا يوم توظفت في الشرقية وأنا أبو 19 سنة ما حد مع الشاي عماني ولا عمي لا قد طلعت من الرياض الله يدير وارجع وأتوظف طال عمرك في الشرقية حياة جديدة هي ولا تعرف تدير أحد ولا قرايب فيها ولا وتسكلك مع عزاب عمارة ما تعدت 20 وتوظف طبعا كنت مع رجل الشرقية نعرف بعضهم كل شهر في الدوام ذا إيه ولا بصر ما توصل رجل تعرفون زين معك في الدوام سلمت مار نفس القبيلة وذا وحورك وتخون الرجل طال عمرك خوة شهر أخذت من القصة هذه لا تخوي الرجال أنت بخصه الله وانا غليم تراني 19 ما جيت 20
اتمنى ارجي دور يمكن اخذنا شقه في الدمام ورفع بعض جوع بعض. وبعد فتره طال عمرك ولقى لي ملاحظات على الرياجيل فيهم الطيب وفيهم الخيب. ولا ود الله اذكر ملاحظات لكن ملاحظات بعضها ما هي بسانه. وطلع طال عمرك من ذا المكان وتصير سالفه طال عمرك ذاك اليوم وارجعوا وخذوني انا محمد من ضمن المجموعه اللي في الشقه ذيك. معهم ساكن معهم والف الشقه كذا عمار كذا يعرفون الرجال في الشقه. واحد اثنين ثلاثه. سمي يا اسطى. طال عمرك من التوقيف. الله زين زين اعرف حركاتك عبد الله خلاص اعرف 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 خلاص تبي تطق بالبريك والله ما طق والله ما شاف يطولها يا اخوي رياجيل لا تخوي كرجاء مو بشرط انه يعني قريب منك ولا بعيد منك ولا لكن مش رجاء تعال يا ناصر صغر السن عندك السالفه والله وجهك قبل الرحمن وجهك سم توك سم خلي ماشي فنجان ناصر تعال ابغاك الله يلبيك ويطول عمرك افا والله انت اخذه والله ما يطب والله ما يمالحني ولا يسايرني والله تقاوم من اليمين يمشي طيب انا بوصل ما مسايرني استغفر الله يا رب صار كان خلص ها خلص تعال يا ناصر اجلس رد هنا كان خل مخدوم والله انك مخدوم والله انك مخدوم ما ادري وصول موصول سالم اي تعال يلا خلاص خلاص قرب 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 ثلاث جاهم انت وين؟ بيدك بيدك والله انا بيدك والله انا مش فاهم والله انا هاي يا ناصر ناصر ايس ايس لف لك وابني لفتاك اعطيني واحد منها ابشر بالسعر يا كل لا واحد واحد بس واحد لا انت عندك يا عبد الله تعال يا ناصر الرجال اذا مرت من المرات في القوعية من؟ انا في القوعية رايح في الجامع لاني ابي ارقد ولا لقيت لي محل ارقد فيه ماني مستاجر خبرك عزوبي وكذا معي عزبتي ومعي فراشي يا ولد ماني براقد في الديرة ابى اظهر برقد في البر معي كم ساعة باخذ لي غطة هم بعود عندي اختبار الصباح وازرق وتشطر اللي في محله هناك خابره طعيسات زينه وقمره واجي لين ما تغبيت عن النور ما بي الا نور لحالي احط فرشتي وشب ضوي وزين براد شاهي واتقهوى قاعد عايم في جوالي يوم قعدت لي ابو ساعتين ساعتين كذا واطفي النور لاني على القمره وعلى الضوء يا ولد برقد ابت فراشي وانسدح وانا في نص نومتي ما حلمت علمت للي احس بشيء جايني ولا ادري وش هو فوخر الفراش كذا شوي شوي في نظره ايه يوم اشوف يمكن بعد الكرسي ذاك يمكن 4 متر 5 متر مني للبلا الاسود اللي قاعد ويعاين فيني بسم الله اي والله العظيم يا رجال تبن ابوي ولي كان له ذنب يقول كذا ما هو بمودمي ما هو بمودمي امه تلب ولا ذيب ولا ما ادري وش هو وليه عاين فيني عاين فيني بس انت ما توضح ما توضح لك وش هو ما ادري وش هو انا اشوفه الاسود اللي جالس صوبي ويقول كذا بذنبه فالتفت مالت على سدحتي ما تحركت بقوه شوي شوي ليه معي جنبيتي عندي عند راسي واخذها وقعد كذا ما قمت اتحرى اقرب اتحرى له يجي يفارقني ايه انا شفته وعيني عليه هاجم وهاجم تعال كان رجال تعال وقعد يا رجال والله العظيم انها يمكن نص ساعه والله انا يمكن نص ساعه يا رجال وانا كل منكم يشوف الثاني عايم عايم ابعد عنك طار النوم حالي نوم والله لا افلم فيه ذا وش هو المهم يا ولد طال الطويل اطهش وانا اقمز عليه وانا اجي اركض جيت له ما احترك
ابدا ليه يا رجال الله يعزكم كيس زباله خالي محمد وخرجي خزي بالك بيذمك سالم الله بيذمك كل ذا الخرشة ونصح بجنبية بجنبية وش داخل محمد صدق شد الغالي اقسم بالله العظيم يا رجال نسوي صامل بلا في خزي بالك اقسم بالله العظيم يا رجال ايه كيس زبالة اني ضحكت على عمرك والله ما لك لا يا طبعا ليش ولد عرفت اللي متصفطه كذا متصفطه من شبت له في عودان هم يحركها الهواء من ورا واحسب له ذنب اوه وانت اللي بنفرقه انت هوجس والله انا تصير والله انا تصير تصير متى الا قلت حالك وتفكر في شيء كل شيء تغير لك وش دراني يا ولد يوم سمعت الحركه قمت وش دراني نص ساعه نص ساعه وانا اتحره يجيني ما جان تن ما جاني ولا جيته حداها اي ولكن انا قلت انها طولت اي يا مطال الطويل لا يوم قمت انا غير كيس زباله ما عود ما رقد مغطى نومه لا لا والله ما رقد زين تقاوتي رحت الدوام اطلع عليه الفجر صليت الفجر رحت اداوم دفدف العود ذاك بالبراد ولا بالسكين اسلم يا سالم خاصه قد كل حال اي والله عافاكم اسلم عام 1436 تخرجت من الثانوي اتوقع عام 37 او 36 نهايه 36 بدايه 37 وتعسكر سجل متخرج من الثانوي عام 36 ما شاء الله انا وياسو الله الله الهم يطول عمره السلامه واني اقدم في قطاع ما وقدمت وخذيت لي فتره يا رجاجيل وجاني القبول ومدير القطاع مدير القطاع رجال عملي ومجتهد ومن الربع ما نظامي ما عندي ويعرف جدي الله يرحمه ويعرف بوي من الربع ما هم من ربعنا القريبين من حول بيشه والرجال له كلمته ومسؤول في الدوله المهم يطول عمره السلامه ولا بعد سافرت في الرياض في حياتي من يوم عرفت نفسي الحالي ما بعد سافرت اروح الرياض بس ما بعد رحت لها الحالي جد دورتي في الرياض علم يطول عمر السلامة هو تقضى واللي عليه بالخير وعندكم ووجه لأركب طائرة ولقوني يا ناس من ربوعنا معي في نفس القطاع ولقوني في المطار وناخذ لنا يوم في شقة عندكم ونروح ونحضر حضرنا يطول عمر